بفضلها الوالدة إن شاء الله يا ربي ورب بفضلها أخويتها. ولكن اليوم زينوبة حالتها الصحية خلينا نقوله مش تعب الحمد لله مستقرة، ولكن الدواء متاعها غالي شوية غلي عليهم. كما تعرفوا التوانسة الكل الحمد لله نعيشوا تحت سترة ربي كلنا. زينوبة أهلا وسهلا. إيش نحوالك؟ لباس الحمد لله، لباس منورة ما شاء الله. احنا ما حبيناش ان نوري صورتك انت، هذا بطلب منك ومن الوالدة متاعك. احنا باش نوصل صوتك باذن الله برشا تواناس يسمعوا فيك. قداش عمرك؟ 14 سنة. انت ما شاء الله انت خايفة على بلاصتي. انا توليت عندك بكش تولي انت، قلت لي شنو تحب تولي؟ بدياتر. اه لباس سلكتها من بلاصتي، لباس مازلت موجودة. علاش اخترت؟ قل لي ما تحشمش عاد يسمعوا فينا توا. كما قلت لي مبكري في الكواليس خاطر عديت معاهم برشا وقت. سيسوك تلهو بيك ملي عمرك قديش؟ 4 سنين. 4 سنين، ملي عمرك 4 سنين تشوفين كيفاش سيسو فيك، كيفاش هكا بيك، عملوك معاملة باهية. باهي. زينوب انتي توا باش تفسر لي شنو عندنا بالضبط، شنو عندك انتي بالضبط؟ عندي اقرا لي من الورقة ما يسالش. عندي عملت العملية متاعي وقتها كان عمري 4 سنين. واللي تتمثل في إزالة البنكرياس، والعضو هذا عنده 2 مهام اللي هم الوظيفة الهرمونية، واللي تتمثل خاصة في إنتاج الأنسولين اللي أنا ناخو فيه حاليا لأنه متوفر في الصيدليات. الوظيفة الأنزيمية واللي تتمثل خاصة في إنتاج الأنزيمات في البنكرياس اللي باش تسهل وتكمل عملية الهضم. مشكلتي الحالية واللي هي بالتأكيد مشكلة برشا عبيد كيفي، أما ما توفرت لهمش الفرصة باش يحكيوا عليها، واللي أنا جيت هوني باسمي وباسمهم باش نحكي عليها. مشكلتنا هو عدم توفر الدواء المسمى بالكريون، المسمى بالكريون اللي أنا ناخو فيه بجرعة 14 حربوشة في النهار في الصيدليات العامة والخاصة. عدم توفر هذا الدواء في تونس اللي يجبرنا باش نلوجو عليه في بلدان أخرى مع كل الصعوبات الموجودة لاقتنائه، واللي تتسبب في ظهور أعراض صحية مربوطة بسوء الهضم واللي تنجر عليها دخولي إلى المستشفى. من هذا المنبر أتقدم بنداء إلى تونس، سيد الرئيس، سيد وزير الصحة واللي هو طبيب ويعرف حق المعرفة، المشاكل الصحية الناتجة عن عدم وجود هذا الدواء، واللي كل من يهم الأمر على مستوى الوزارة والصيدلية المركزية نناشدكم بحل هذا المشكل اللي عانيوا منه برشا توانسة في عمري أصغر مني وأكبر مني. هذا ومع كل التداعيات النفسية اللي ينجر عنها عدم أخذ الدواء، مشكلة التغيب عن الدراسة. والله للخيط ما نقول بعد اللي قالت. والله ما خليت ليش كلام يا زينب. بسم الله على بنتي. قالتهم الكل، سيد الرئيس، الحكومة، الوزارة، الصيدليات، الناس اللي تعاني في عمرها، هي تعاني، عائلتها. قالت لك الدواء مش موجود، تحب تقرأ البنية، تحب تقرأ. قلت لكم عاونوني راني نحب نقرأ. سمعتوا العربية كيفاش قراتها؟ راهي البنية نوفيا ماني تقرأ ما شاء الله عليها، وحتى عام ما عودتوش. معناها في الظرف الصحي اللي هي فيه واللي تعاني فيه باللي عمرها 4 سنوات وقاعدة متمسكة بقرايتها، وراهي ظروف نفسية صعيبة، كان احنا كبار ونمرضوا اقل مرض ونعملهم الكل، ما بالك هي بنية صغيرة شنو الصعوبات النفسية اللي عانيتها. بالحق لازم يتوفر الدواء هذا. الدواء هذا كما اللي ما نشوفه فيه في التصويرة زينوبة هكا ولا لا؟ هذا قداش من حربوشة تاخذ في النهار؟ 14 حربوشة في النهار. البنية عمرها 14 سنة. نجموا تستوعبوا معايا للحظة معناها بدنها كيفاش باش يستوعب 14 حربوشة وأصلا مش موجود وغالي شوية حسب ما فهمت من الوالدة متاعك. مدام غالي شوية غالي شوية. وهي قداش تستهلك تقريبا؟ انت قداش تستهلك من باكو في الجمعة؟ قداش مدام من باكو انت تشري فيه؟ 160 كعبة في الجمعة. باكو فيه 60، يعني تقريبا قديش في الجمعة؟ قديش تشري لها من باكو انت؟ 3 خلينا نقولوا كيكة في زون 3. وحتى لو موجود قلت لك ساعات ما نلقاوهش في الفارماسية، نقعدوا نلوجوا على خاطر كيما زينب اليوم موجودة راهم برشا وآلاف يعني في نفس المرض، يعني في نفس الحكاية. زينب بنتي الحمد لله بنية قوية ما شاء الله مزيانة برشا راهو الحق.
ما تنجموش تشوفوها، ولكن مزيانه تبارك الله ما شاء الله، اش مزيانه واش قويه. وكي تخزر لها تحس القوه اللي خذتها من امها، قوه شموخ. الحمد لله قلت لك مواصله دراستي، ونحب نقرا، ونحب غدوه نولي طبيبه اطفال، نحب نكمل المشوار نتاعي. ولكن اليوم استحقتكم الوالده نتاعها، قلت لك انا وحدي ما نجمتش يا خوي، عندي خياني اللي يسمعوا فيا اللي يشاهدوا فيا، ادوان نتعاونوا عليه، اللي يحب يعاون باكثر من الدواء. يا اما ماذا بيا، ماذا بيا الحقيقه، ما تتصلوش على كابا فام، ولكن تتصلوا برقم الوالده نتاعها ديريكت على 58 191 880. هكا يا مدام الرقم 58 191 880. بربي هات نتعاونوا على زينوب، الناس الكل راهي ماهيش حاجه صعيبه، احسبها واحده من صغارك يا سيدي. يعني اللي يقدر باش يعاونها بفلوس ما يسالش، اللي عنده فارماسي ونعرف اللي بالحق اصحاب الصيدليات يعطيكم الف صحه ديما تستجيبوا، اذا هزوا التليفون نكلموكم على اي حاجه تقولوا لنا مرحبا بكم واحنا معاكم. ما يسالش رانا مش باش نكلموكم ونحرجوكم، اما هاك الرقم موجود ديجا، خليناه لكم مع في التيتر موجود على الفيديو هذا. نعاود لكم الرقم 58 191 880. نعاود لكم الرقم مرة أخرى 58 191 880. حلمها بسيط، تعيش كما الصغيرات الكل، تعيش الفترات نتاعها الكل، تعيش المراهقة، إن شاء الله نشوفوها عروسة يا ربي. إيش قلت لي؟ تحب تولي عروسة؟ قلت لي أي. تحب تعرس قبل ولا تتخرج قبل؟ نتخرج قبل. أيك لازم نكملوا قرايتنا ونخدموا ونكونوا رواحنا، ومن بعد العرس يجي مش هارب، المسؤولية ماناش هاربين منها تهن. ان شاء الله نشوفوك احلى عروسه، وان شاء الله نشوفوك متخرجه، وان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي الناس الكل تتعاونوا ونتعاونوا عليها مع بعضنا. اي حد من اي منبر ينجم يعاون، نعاود لكم الرقم سوا تكلموا على الكابا فام يا سيدي مرحبا بكم، الامانه توصل لباب الدار نتاعها، والا تكلموا المدام على 58 191 880. احسبوها بنيه من بنياتكم، هذه زينوبه بنيه بنتي وبنتك وبنت اي واحد قاعد يسمع فينا، باش نتعاونوا عليها يديا يديا، خلينا صحتها تكون لاباس. امها قالت لك انا ماني طالبه حتى شيء، الدواء نتاعها يتوجد لي، انا نخدم على بنتي ليل ونهار، المدام تخدم في 12 ساعه في النهار، وبالحق راهي انسانه مجاهده برشا ولله تنسى، وقاعده تخدم على صغيراتها بشرفها باللي عطاها من ربي من قوه، قاعده تخدم عليهم ما شاء الله، عندها نوارات تبارك الله. هما حاضرين حتى بحذانا، حاجات بالحق لازم نتعاونوا عليهم، حاجات كيما هكا، حاجات بسيطه، رانا نحكي على مبالغ بسيطه على الاخر، ماهيش باش تفوت الباك والدواء نتاعها يظهر ما يفوتش ال 50 دينار، ما نتصورش يفوت ال 50 دينار، إذا كان كل واحد فينا نجم يوفر حتى حق باك ودواء، الحمد لله والشكر لله، حتى ما نجمش حق نجم باك ودواء نتشاركوا زوز في باك ودواء، ما فماش حتى مشكلة. كلمنا إذا ما تحصلتش على المدام على 31 379 566، زاد 31 379 567. زينب خلي لك كلمة الختام، شنو تحب تقولها؟ قل لي، ما خليلكش، ما نشكروش الدكتورة؟ ما نشكروش الدكتورة اللي قاعد يعاون فينا؟ هاي قل له، شنو تقول له؟ تحب ما تسميهش؟ ما تسميهش، شنو نقولوا له؟ قولوا له يعطيك الصحة دكتورة؟ قل له أنت عاد باش يسمع الفيديو. يعطيك الصحة دكتور. شكرا ليك يا دكتور، يفضلك يا دكتور، يعطيك الصحة اللي عرفتني على زينوبة يا دكتور، شكرا ليه بالحق، ما نعرفش النجم نسميه ولا ليه، على خاطر نتصور هو يحب هكا، ولكن قاعد يعاون في زينوبة حتى مورالمون، قاعد يعاون فيها بالكدا بالكدا، وديما راهو نرجع نقول لكم الحالة النفسية راهي تحكم برشا، أنت تيميد شوية، حشامة شوية، تو نحاولوا هكا تجيب حذايا مرتين ثلاثة تو تولي مقرقعتها كيف تهنى، تولي يحسك ديما يتسمع، ما عادش تسكت بالكل بالكل زينب، تفهمنا؟ زينب ان شاء الله باش تطلع علينا برشا مرات، علاش؟ انا نتمنى صاي نقولوا صاي زينب تهنينا عليها، فما شكونش يتكلم يقول انا نتكفل بدواء زينب وصاي، نولي نستدعاها في كاب كيدز هكا ولا نستدعاها في حاجه واكاها وما نعاودوش نحكيوا عليها. ولكن اذا راهو بالحق ما لقيناش تفاعل، رانا باش نعديوها مره واثنين وثلاثه، وانتم زاد كان عندكم اي حد مستحق باش نعاونوه خلينا نتعاونوا عليه الناس الكليكه. حتى حد كيفاش قالت لي سيده المخرجه احكي على عباد اه لا لا مش نحكي على التنمر، لا مانيش قالت لي احكي على عباد تنمر شويه على المرض، لا على علاش؟ على خاطر اللي يتنمر على المرض هو ديجا مريض، ما نجموش احنا نزيدوا نعطيهم مساحه من الوقت نتاعنا نحكيوا، احنا جينا اليوم باش نحكيوا على بنيه قويه، نحكيوا على زينوبه، نحكيوا على ضحكتها، نحكيوا على فرحتها اللي ان شاء الله باش تشوفها على قريب، وهي ديجا بنيه هكا قويه برشا برشا، ما يهمهاش كلام الناس، وشكرا للدكتوره اللي قاعده تتابع فيها زاده. زينوبه فرحت برشا اللي انت موجوده. اي عايشك قولي. عايشك. تولي معايا مذيعه. اي ليه مش طموحك؟ مش مخرجه ليه؟
تحط الاغاني هكا وفازيت ليه؟ مش طموحك؟ مش مشكل، خوالي اللي تبيت اطفال فيه البرك. يعيشك يا زينوبة، شكرا ليك، شكرا للوالدة متاعك زيدة. نعود لكم بربي رقم الهاتف، علاش قاعدة نعود فيه برشا؟ خاطر فما شكون فيكم توا قاعد يسمع، فما شكون التحق توا بينا في الاستماع، مش مشكل. 58 191 880 بربي هات خلينا نتعاونوا على زينوبة شوية شوية. شكرا من جديد زينوبة، احنا مواصلين معاكم المشوار.